إذن متابعي قناة شفت بقناة الشعب نتواجد بشاطئ مدينة مرتيل، خروج جثة لسيدة متابعينا الكرام لحدود الآن، فأسباب واش غرق واش هجرة سرية لحدود الآن، فالأسباب فهي غير واضحة ومجهولة متابعينا الكرام. إذن استنفار هنا متابعينا الكرام في انتظار وصول يعني متابعي قناة شفت بقناة الشعب. في انتظار وصول سيارة نقل الأموات هنا لنقل هذه الجثة إلى مستودع الأموات، أكيد بأنه غادي يتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة، واش هي غرق، واش متابعينا الكرام بسبب فعل ما، واش بسبب الغرض الهجرة السرية، مجموعة من الاحتمالات نطرحها، وأكيد بأن التحقيق اللي غادي تباشروا الضابطة القضائية هنا بمدينة مرتيل وكذلك التقرير ديال الطب الشرعي فهو كافل بالإجابة على هذه الأسئلة التي نطرحها. إذا متابعينا الكرام نتواجد كيف قلنا على مستوى شاطئ مدينة مرتيل، كيف كتشاهدوا فتجمع عدد كبير ديال المواطنين هنا في انتظار وصول سيارة نقل الأموات لنقل هذه الجثة لمستودع الأموات، وأكيد بأنه غادي تخضع لتشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة. إذا متابعينا الكرام أمواج بحر شاطئ مدينة مرتيل تلفظ جثة تعود لسيدة متابعينا الكرام ومتابعي قناة شفت بقناة الشعب لحدود الآن نجهل أسباب الوفاة، وأكيد بأن كيف قلنا الضابطة القضائية ستباشر متابعينا الكرام عملية تحقيق بطبيعة الحال باستشارة مع النيابة العامة. للإشارة متابعينا الكرام فمثل هذه الحوادث ديال يعني خروج الجثت فهي تكون متابعينا الكرام قليل متابعي قناة شوفت بقناة الشعب مقارنة بالشواطئ اللي كتكون قريبة متابعينا الكرام لسبتة السليمة. إذا بقى معنا متابعي قناة شوفت بقناة الشعب، في هذه الأثناء يتم نقل جثة الفتاة أو السيدة لا نعرف يعني كيف كتشاهدوا معنا لا نعرف يعني السن ديالها، أكيد متابعي قناة شفت بقناة الشعب فلحدود الآن أسباب الوفاة فهي غير معروفة. إذا في هذه اللحظات متابعينا الكرام يتم نقل جثة يعني ديال السيدة اللي تم لسيارة كيف قلنا متابعينا الكرام فالبحر يلفظ جثة سيدة هنا على مستوى شاطئ مدينة مرتيل، وكيف كتشاهدوا فاستنفار امني وتجمع العدد ديال المواطنين في انتظار نقلها الى مستودع الاموات. إذن في هذه اللحظات متابعينا الكرام يتم نقل جثة إحدى السيدات اللي لفظها شاطئ المدينة، وكيف كتشاهدوا فاستنفار أمني كبير متابعينا الكرام هنا على مستوى كورنيش مدينة مرتيل كيف كتتابعوا معنا من خلال هذا البث ومن خلال هذه الصور. إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فتم نقل جثة الفتاة كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور من خلال هذا البث المباشر، ولحدود الآن فأسباب الوفاة فهي غير معروفة، وقليل متابعينا الكرام يعني كنشوفوا مثل هذه الحوادث تقع على مستوى شاطئ مدينة مرتين، يعني بالنسبة
يعني الشواطئ اللي هي قريبة من مدينة سبتة السليبة، يعني تقريبا كل شهر كيخرجوا الجثث، يعني لحدود الآن ما عرفناش هذه الجثة واش غرقت واش متابعينا الكرام بدافع الهجرة السرية متابعي قناة شوفت بقناة الشعب واش متحللة، يعني غالبا غادي تكون الجثة متحللة. إذن كيف كشاهدتوا معنا متابعينا الكرام، فتجمع العدد كبير ديال المواطنين هنا على مستوى كورنيش شاطئ مدينة مرتين. إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، فبحر شاطئ مدينة مرتيل يلفظ جثة لسيدة، يعني في المتابعي قناة شوفت بقناة الشعب في يعني إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، فالجثة متابعي قناة شوفت بقناة الشعب فهي في فترة التحلل وتم النقل ديالها إلى مستودع الأموات باش أنها تخضع للتشريح الطبي متابعينا الكرام، وكذلك لمعرفة أسباب هذه الوفاة. وكيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، يعني بعد وصول يعني سيارات ديال نقل الأموات وكذلك الوقاية المدنية، فكان استنفار هنا على مستوى هذا الشاطئ. غادي نحاولوا متابعينا الكرام اننا نمشيو للمكان اللي خرجت منه هذه الجثه، فبقاو معنا من خلال هذا البث المباشر، غادي نحاولوا اننا ننقلوا لكم الصوره يعني من المكان اللي خرجت فيه هذه الجثه، فبقاو معنا متابعينا الكرام. اذا هذا هو المكان اللي خرجت منه الجثه هذه السيده متابعينا الكرام، وكيف قلنا فطبيعة الحال كل التحية والتقدير لرجال الوقاية المدنية وكذلك القوات المساعدة الذين يسهرون متابعينا الكرام على حماية الشواطئ وكذلك مراقبتها. بالنسبة للجثة متابعينا الكرام، فيعني في هذا المكان بالضبط يعني البحر لفظ جثة سيدة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. غادي نحاول انني نشعل شويه الفلاش. كيف قلت فهنا المكان فهو مظلم متابعينا الكرام، كاين شويه ديال الظلمه كيف كتشاهدوا معنا، نحاول انني نشعل الفلاش. اذا هذا المكان بالضبط متابعينا الكرام فالشاطئ مدينه مرتيل، فشاطئ مدينه مرتيل يلفظ جثه تعود لسيدة اللي تم النقل ديالها إلى مستودع الأموات مع خضوع الجثة للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث وكذلك التعرف على هوية السيدة. في انتظار ذلك متابعينا الكرام، نتمنى أن نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المدخل ديال الشاطئ رقم 5 فين توجدت متابعينا الكرام الجثة ديال إحدى السيدات واللي لفظها البحر، يعني ليلة هذا اليوم الاثنين هنا بشاطئ مدينة مرتين. إذا متابعي قناة شوفت بقناة الشعب، أتمنى أن نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.